كأمهات حنا تأدينا من هادشي اللي داروا مع وليداتنا، لأن الفروض كلها كانت صعيبة، ما راعوش 3 شهور أنهم كانوا مسجونين، ما كانوش كيخرجوا، ما كاينش تواصل من الأساتذة مع التلاميذ، كانوا الدراري معولين على هاد الوطني باش يخدموا، ما كاين حتى شي حاجة، حتى شي مساعدة، حتى الأجواء فين خدموهم ما راعوش ليا، يعني على الأقل كانوا كيديروا لهم على الأقل بحال السنوات اللي فاتت، ماشي هما في هاد الظروف ديال الكونفينمون والظروف ديال هاد المرض والضغط، وأنهم 3 شهور وحنا حابسين عليهم في الأخير يديروا لهم بحال هكا. هاد الامتحان داروه صعيب على أساس بحال هما مدوزين الكونفينمون في جزر المالديف، هما راه مدوزين، كاين اللي ما عندوش حتى الويفي، كاين اللي ما عندوش حتى باش يتواصل مع الأستاذ، ما داروا اعتبار حتى شي حاجة، ما داروا اعتبار حتى شي حاجة. ولادنا حنا ماشي ما قارنش، ولكن باغيين يكونوا يجيبوا شي نقطة اللي تكون في المستوى، ولكن ضيعوهم، حسبي الله ونعم الوكيل، ضيعوهم. أنا ماشي غير بوحدي، راه كاينين أمهات بزاف، راه كل شيء، راه ماشي كنهضر بصيفتي بوحدي، راه المؤسسة كلها راه توقف حدا المؤسسة، اللي غيخرج غيقول لك نفس الكلام، راه ما راعاون حتى شي حاجة، راه داروهم بحال أنهم حتى شي حاجة، راه 3 شهور وليداتنا حنا سادين عليهم، راه هذوك الأجواء راه كافية أنهم يتسريطوا. كلهم كيبكي. أنا بنتي راه جايبة 17 في الجهاوي، راه ماشي من الكسالة، ولكن راه النجاح كاين بالنسبة ليها، ولكن راه النقطة راه ما كايناش. كندمروا الوليدات، واش يخرجوا من حارفين في الزنقة هاد الولاد، عيب عليهم، حرام عليهم. كم جميعا على حسب بنتي اللي تدوز، قالت لي دخلنا ما كاين لا كمامه، ما كاين لا داك لاباري اللي كيعبروا بها الحراره، كاين غير ديك الرشاشه كاع ديك نرشك ودوز في الاقسام، كاين الطاولات فعلا نفرقوا الطاولات مزيان، ولكن شي حاجه اخرى ما كاين، شي حاجه اخرى اللي خصها تكون داك الشيء ديال لاباري خص تعبر الحراره وتعبر هذا ما كاين شيء. شكون المدير والناس المسؤولين على هذا الكورونا، اللي مسؤولين على الكورونا وهذا الشيء، الناس مرضين وهذا، راه فين هي لاباري هذه؟ اش هاد لاباري ملي ما تكونش؟ لا سيدي ما توصلناش بصراحة، ما توصلناش معاهم، ولكن كاين هذا المشكل هذا، راه كاين، حيت البارح دوزات بنتي عاود اليوم، قلت لهم واش دار لكم هاد لاباري؟ سولناها الدريات كلهم، الناس كاع سولناهم، ما كايناش. وشنو هذا؟ هادشي كاينه في التلفازه، هادشي اخويا كاينه في التلفازه، كيدوزوا في قاعات مغطاش، كيقولوا زعما حنا كندوزوا في قاعات، كاينه في التلفازه داكشي، والله حتى ما كاينش لا كمامات لا والو، ما كاين لا وقايه لا والو، كيتبادلوا ادوات كيتبادلوا كامل، ما كاينش اللي في التلفازه. خاصك علاش داروا لهاد الاولاد هادشي هكا صعاب؟ واش ما راعوش النفسيه ديال الاولاد انهم ما حفظوش مع الاساتذه وانهم حفظوا بوحدهم، والناس اللي ما عندهمش اللي فقراء ماشي بطاعتهم يجيبوا الاساتذه لاولادهم؟ علاش داروا معاك؟ واش بغاو ولادنا ما نقراوش؟ الا بغاو ولادنا ما نقراوش نخرجوهم للمدارس، الا بغاو الاميه تزيد في البلاد هذوك الصغيورين اللي عندنا نخرجوهم، علاش حنا كاين ظهرنا مكرود ونخلصوا عليهم في البريفي الاموال الطائله اللي ماشي الاستطاعه ديالنا باش يجيو يوصلوا لواحد المستوى باش يوصلوا لدابا لاخر نقطه تحطموهم بحال هكا؟ هادشي راه ماشي معقول، والله راه ربي راه كاين وعالي وعالم على كل واحد شنو تيدير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.